خلونا نشوف هذا التقرير المصور اللي هو حقيقة راح تشوفونه، وبعدين راح نبدي نقول ما عندنا حتى ندخل في الحوار. تابعوا ما سنعرضه. القضية قضية وطن، وطن نريد وطن. أنا سعد يكبر ابني يجي سنين تمين أقولهم أريد يقول أنا عراقي، أريد يقول كل فخر أنا عراقي مفروض راسي. تات عشرة أخوتي وأختي وأربعة عندي أعطيهم للوطن، أعطيهم للوطن. تحسون بالدين يا دين ولكم بري منكم الحسين سبب شيء العراق دمر. الله يكون بعونك إن شاء الله. لا أريد وطن خالي من الأحزاب، خالي من الطائفية، خالي من المعاصصة. أريد وطن حر نظيف أعيش فيه بأمان وسلام. أريد وطن شبابنا اللي بالتحرير. انتم مو وحدكم، انتم مو وحدكم بالتحرير، ترى انتم مو وحدكم، مو وحدكم بالتحرير، انتم مو وحدكم، انتم مو وحدكم بالتحرير، انتم مو وحدكم، انتم مو وحدكم بالتحرير، انتم مو وحدكم، انتم مش لحالكم، انتم مو وحدكم، انتم مو وحدكم، انتم مو وحدكم ابدا. احنا كلنا وياكم، احنا كلنا وياكم، احنا وياكم، انتم مو وحدكم حبيبي عراق. من سيدني إلى زاق التحرير، مو وحدكم كلنا وياكم. من لندن إلى التحرير كلنا وياكم، قلوبنا وياكم، انتم مو وحدكم كلنا وياكم. A todos los jóvenes de la revolución en Irak los apoyamos. No están solos. لك حبايب شباب التحرير، انتم والله مو وحدكم، كلنا احنا وياكم. منصورين، كلنا وياكم. منصورين، كلنا وياكم. منصورين شباب التحرير، كلنا وياكم. شباب التحرير، انتم مو لوحدكم، كل احنا وياكم. منصورين، كنا وياكم. شباب التحرير، احنا كنا وياكم. كنا وياكم، كنا وياكم. احنا وياكم، كلنا وياكم. كنا وياكم، كنا وياكم، كنا وياكم. حتى لو قطعوا عليكم الانترنت ما تظلون انتم لوحدكم، احنا وياكم. كنا وياكم، كلنا وياكم، كلنا وياكم. Iraqi people, we are with you. احنا وياكم وراح نضل وياكم. انتم مو وحدكم، كلنا وياكم، كلنا وياكم، كلنا وياكم. انتم مو وحدكم، كلنا وياكم، كلنا وياكم. انا مع الثوره. Iraqi protesters, we support you. كلنا وياكم، انتم مو وحدكم، كلنا وياكم. انتم امل العراق وانتم الثوره وكلنا وياكم، كلنا وياكم، كلنا وياكم، كلنا وياكم. انتم مو وحدكم، كلنا وياكم. انتوا املنا بالتغيير وكلنا وياكم، كلنا وياكم، انتوا مو وحدكم، كلنا وياكم. ومنصورين واملنا بيكم ان شاء الله. منصورين يا رب. لو منصورين، لو منصورين. شكرا شباب على هذا الفيديو المؤثر. نعم، كلنا وياكم، دموع وحسرة وضياع وطن ووعيا قد تشكل. في هذا البرنامج ومنذ سنوات كنا نراهن على الوعي وأهمية الوعي داخل الشارع وبين الجمهور، وما كنا نقوله وما قاله غيرنا قد حصل اليوم. فنحن في مرحلة تشكل حقيقي لوعي مهم، وما شاهدتموه من صور وما تعيشونه في ساحات الثوار يدلل على حقيقة مهمة جدا، أن العراقيين قد انتبهوا وقد استفاقوا وتعلموا درسا كبيرا، وحينما وثبوا ووقفوا شبانا وشابات كهولا وعجائز، ومن كل المشارب والمشارف قالوها بكلمة صادقة واعية، بكلمة وبشعار أذهل الجميع، وفي مقدمتهم الفاسدين
والذين سرقوا الوطن نريد وطن، لأنه الوعي قد أصبح حقيقة ملموسة بعد ممارسات خبيثة وشيطانية لسياسة التجهيل التي مارستها هذه القوى ضد شعب له عمق في تاريخ أكثر من 7000 سنة. وعندما نتحدث عن هذا التاريخ بمعنى الجينات الوراثية موجودة في الشخصية العراقية، ولكنه قد يسرق في لحظة من اللحظات، ولكن سينقلب على هذا السارق مثلما ينقلب السحر على الساحر. اليوم قد تكون هنالك قوى تحسب أيامها وتعرف أن القادم من الأيام هو ليس في صالحها، ومع هذا بغبائها الذي نشأت منه وتعودت عليه وأصبح جزءا من سياساتها، أنها تراهن بأنها ستقمع هذا الوعي. تبا لهذه الأفكار ولهذه العقول. السحرة لا يبقون، والأفاكون والمنافقون لا يبقون، والذين يضحكون على عقول الناس هم مراحل في حياة الشعوب، تحدث ثم تذهب، ولكن يبقى الشعب. ما زالوا يراهنون على ما تبقى لهم من خزعبلات في الحجر والنرد، وشعب يراهن على وعي متشكل حقيقي. الدولة المدنية، هذا الذي ينظر إليه الكثيرون ودعوا إليه منذ أزمنة كثيرة، بعد أن جربنا مناهج وسياسات ومنهجية وخطب وشعارات وبرامج في مراحل انتخابية عديدة، تركتنا على قارعة الطريق ودماءنا ما زالت تنزف، ونحن بحاجة إلى رغيف خبز.